السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. العاديين لما ينخفض الكروميوم في الدم يرتفع السكر، تركيز السكر يرتفع في الدم. يعني كاين نعم، لانه هو كيجي المنطقة اللي كتدخل منها الانسولين، المنطقة على الخلية التي ترتبط فيها اللي كتعمل فيها الانسولين، وهو كيرتبط بهذيك المنطقة اللي كنسميو الريسبتور، كيجي لهاد المنطقة هذه وكيبقى تما. يعني لاو موليكول، واحد البروتين هذه اللي قلت لاو موليكول ويت كروم كروميوم بروتين، هذه كتجي لهذيك المنطقة وهي اللي كتسهل الانسولين والشخص يكون عنده الاستقلاب يعني ماشي يعني 100%. هاد القضية ديال نقص يعني نقص الكروميوم الان ما كتعطاهش اهمية، داكشي علاش حنا سجلنا هاد الحلقة هذه، لان ما كتعطاهش اهمية. هو مهم طبعا. والتحليل المعادن، تحليلات المعادن هي تحليلة باهظة، لان هادو الاشخاص المصابين بالمرض التوحدي هما عندهم واحد التحليله اجباريه ديال المعادن السامه، اللي من الزئبق، اللي من اليورانيوم، اللي من الرصاص، من الكوبالت، من هذا الكروم، من الالومنيوم، من المعادن. وكان هاد الاشخاص اللي عندهم المرض التوحدي شنو المشكل ديالهم؟ عندهم معادن مرتفعه في الجسم، يعني الجسم لا يتخلص من هذه السموم، جسمنا يتخلص من السموم. ومع هاد الاشخاص اللي عندهم هاد المرض التوحدي على الاقل الطبخ ديالهم ما يكونش معادن خطيره، الطبخ ديالهم لازم يكون في الطين 100% في من الطين، هذا ولا هذا الستانلس ستيل انوكس، هذا من الاحسن الطبخ ديالهم يكون في معادن لا تلوث. طبعا دكتور خاصنا احنا كاملين نطبقوا، وما لازم ياخذوا مواد غذائيه بدون مبيدات. نعم. وبدون سماد كيماوي، ممنوع هاد الاطفال هذو، ممنوع عليهم يعني هذه الخضر والفواكه وحتى الحبوب اللي معمول لها سماد كيماوي، لان السماد الكيماوي كذلك فيه معادن. ثم ممنوع المبيدات، لان جل المبيدات فيهم معادن، يعني هذا الكادميوم والنحاس ولا هذه في كاين يعني معادن بكثره طبعا تسمم الجسم. هذا من جهه. جهه اخرى، الاشخاص اللي عندهم هذا يعني الاخس والعلاج كيفيه التخلص، يجب ان يكون مواد اللي كندخلوها احنا في الكلينس، يعني غسلوا الجسم، يعني هذه الكلينس، وما هاد المواد اللي كترتبط بهاد المعادن وتخرجهم، تنسميهم هذول الكيلايتين فاكتورز، هادو اللي كيديروا كيلاتاسيون، يعني كيلايت كيشدوا هاد المعادن كيخرجوها من الجسم، وخاص الانزيمات اللي كتخرج هاد تكون يعني تكون خدامه. وهاد المعادن السامه كتمشي للدهون، كتركز في الدهون. نلاحظ بحال مثلا الشخص ملي كيعمل مثلا يتابع واحد النظام حمية، ما كان بقيناش نعترفوا بها حمية لا تعني شيء، ملي كيعمل واحد النظام ولا يبدا يغير نمط عيشه باش يتخلص من السمنه، كيلاحظ على ان كيبدا يحس بواحد شويه ديال الالام والوخز. علاش؟ لان هذيك الشحوم اللي كتبدا تمشي طبعا كتمشي معها هاد السموم، هاد المعادن الثقيله. ولذلك انا اقول لا يمكن للسمنه نقص بدون كلينس، بدون غسل الجسم. لازم يكون كلينس، ثم يكون نظام غذائي، ماشي حميق، نظام غذائي نباتي مع الحركه، يكثروا فيه الاشياء، الناس الاشياء الحامضه بحال الفواكه يطحنوها مع الماء ولا حاجه اشياء حامضه. علاش؟ لان هذه الاشياء الحامضه هي اللي كتخرج هاد لا تذيب جميع الزوائد، بما في ذلك حتى الحصى في المراره والحصى في الكليه، تذيب الزوائد. هاد الاشياء الاورجانيك اسيدز معروفين، هادو اللي كاينين في التفاح، اللي كاينين في الفواكه الطريه، في البرقوق، اللي كاينين في الحب الملوك، اللي كاينين في هذا هذيك اللي كنسميوه المزاح، هذا يعني اللي عندنا عليا، الفواكه اللي كاينه في الرمان، اللي كاينه في كل شيء، الفواكه تقريبا كلها كتعمل كلينس، الباباي، هذا التين طري، كل شيء هذوك داخلين في الكلينس. كاين خضر مثلا اوراق خضراء الان الناس واش غيتناولوها، الخبيزه. نعم. هذا الكروم هذو الامريكيين واضعين القرفه في اللائحه. نعم. واضعين التوابل مصدر الكروميوم. ولكني ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبث في هذه الارض، لان التوابل نستعملها بقدر ضئيل، توابل غير يعني نكهو بها الاكل، كنبنوا بها الاكل. وهذه التوابل من جمله الاشياء التي تحتوي عليها يعني بعض الفيتوستروجينات، وبعض هي بهارات تدخل في مع البهارات وتدخل مع الاشياء لتنكيه الاطباق. نعم. هي القرفه مثلا، الكمون والقرفه والزنجبيل، هادو داخلين في اللائحه اللي فيها الكروميوم. سبحان الله. يعني سبحان الله. فهاد خصوص القرفه. نعم. لان هذا هو المشكل ديال الاعشاب، مشكل القرفه داخله مع الاعشاب، هي مع التوابل
معنى ماء التأويب لأنها تستعمل بقدر ضئيل. نعم. في المغاربة كيعملوها مع السفاك، كيعملوها مع الصفرجيل، كيعملوها بعد حتى بعد الحلويات. بعد الحلويات الآن المغاربة كانوا كيعملوا قرنفل مع الأسم، مابقاوش كيعملوا قرنفل ولا كيعملوا قرفة. نعم. والقرنفل أحسن من هذا، القرنفل أحسن من يعني من القرفة. والقرنفل كذلك في كروميوم. نعم. بعد الكروميوم موجود كذلك في يعني في القرنفل. فهذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يقول فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني ليس هناك شيء مخلوق عبث. فهذه التوابل لها دورها كذلك في التغذية إذا استعملت بالقدر المعروف المعهود، يعني واحد القرصة يعني شيء ضئيل من هذه التوابل توضع في الأكل هي جيدة. نعم. هذه ولاحظي أن الأشخاص كيلاحظوا على أن من اللي كيتناولوا القرفة عندهم هذيك الهايبرتنشن، يعني هذيك ارتفاع الضغط كينزل شوي. سبحان الله. نعم. وشرط يكون عنده الكيلية تعمل جيدة. علاش؟ لأن هي الديوريتيك، هي دي تزيل تخرج الماء من الجسم، هي القرفة. علاش؟ يا فيها بوتاسيوم وفيها حمض سيناميك، وحمض سيناميك أقوى من البوتاسيوم اللي يخرج الماء من حمض سيناميك هذا. نعم. الفلافونويد يعني. نعم. مش حمض سيناميك، هو الديهايد سيناميك، وعلى شكل الديهايد مش على شكل الحمض. نعم. هذه ثم فيها الكروميوم، والكروميوم جيد لأصحاب السكري. وان المشكل ديال اصحاب السكري لازم يخرج عليه هو السكري باش كيبدا، ان الناس شرف الله وقدر المستمع الكريم كيبداو يتبولوا بكثره. هنا كتقال واحد ريبتير، وهذه هنا فين كاين المشكل. هذا الريبتير هذه ملي كتوقع اما يخرج الماء بكثره ثم يوقع اجتفاف، الشخص كيبقى يشرب ويخرج، هنا كيشك الطبيب، يشك في السكري. هنا من الاعراض الاولى هذا السكري. وهذا الكروميوم، معدل الكروميوم غادي ان شاء الله ربما حلقه نتكلموا فيها على البوتاسيوم. هو البوتاسيوم هو الذي يضبط هذه القضيه ديال توازن ماشي المائي. كل شيء الناس كيتكلموا على لا ليست الهيدريك بالانس، بل البوتاسيوم المدقق، يعني ندقوا في الاشياء. هو البوتاسيوم كيتكلف بالأسيدو بازيك بالانس. نعم. يعني التوازن القاعدي الحامضي. نعم. يعني علاش؟ لان هذيك داخل الجسم كاين سوائل، هذه السوائل اذا كانت بي اتش، اذا كانت الحموضه ديالها يعني ماشي هي هذيك. نعم. غادي يوقع عندنا واحد الاسيدوزيس، وغادي يوقع عندنا اشياء خطيره جدا. ثم على مستوى الكليه ما خاصش الناس يخرجوا الماء بكثره، ريبتير غادي يضيعوا الكالسيوم. نعم. حتى البوتاسيوم. نعم. وما خص يكون حباس ديال الماء، لان لا كان حباس الماء غادي يولي اشياء اخرى. علاش؟ لان الاعضاء غادت تتضرر. وعليا هو الطبيب مثلا بحال الاشخاص اللي كيعملوا دياليز تصفيه الدم كيقوم بواحد الوزن، كيوزن هاد الناس هادو كيعبرهم عاد كيمشي وعنده هذيك مسجلين الداتا، كياخذ هذوك المعطيات ويشوف هذا الشخص هذا واش الوزن ديالو دائما يعني كميه الماء هي ولا واش يزيدوا حصه ولا ينقصوا.